يسعد اوقاتكم حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم موضوعنا عن كيف الواحد بيقدر يساوي شهاده سواقه شاحنه، يعني شهاده شاحنه. الكل بيعرف او تقريبا اللي ساكنين بهولندا اذا ما بيعرفوا انه مو كل الشهادات نفس بعضهم. يعني انا لنفرض انا معي شهاده سواقه بي، انا ما فيني سوق شاحنه او باص، انا لازم ماكسيموم اشحن عفوا سوق ك ماكسيموم 9 ركاب، يعني 8 ركاب وانا التاسع لنفرض. لحتى الواحد يصير شوفير شاحنه او يطلع شهاده للشاحنه لازم يكون عمره 21 سنه وما فوق، ولازم يطلع ورقه تبع حسن السلوك ما سلوك، لازم يكون مظهر لائق، يكون جذاب يعني، والراتب المتوقع كان بريتو مو نيتو، بريتو من 2200 ل 3000 طبعا واحد تدريجيا، يعني ما فيك انت دغري تفوت على شركه ويقولوا لك تعال خذ 3000، لا هو ابتداء من 2200 وشوي شوي بيزيدوا لل 3000. طبعا هي عم بحكي كبريتو، يعني بالساعه بتكون سيبوا شيء 14 يورو بالساعة، اوكي حبايبي؟ ولازم تتحملوا ضغط العمل، ضغط الشغل، اوكي؟ هذا المطلوب لشهادة السواقة الشاحن. كمان شغلة نسيت أقولها، انه لازم لحتى تساوي شهادة الشاحنة لازم يكون عندك شهادة سواقة ب، اوكي؟ أو دي، وتكون مع يكون عندك شهادة من سنة، يعني إلى سنة أنت معك شهادة مثلا ب سيارة عادية هي الب، تكون إلى سنة معك حتى تقدر تساوي الشهادة الشاحنة، أوكي حبايبي؟ هلا طبعا ما كل شهادات نفس بعضهم، برجع بقول أنا ما فيني سوق هلا باص أو شاحنة، أنا معي شهادة هلا بس ما يعني انا شخصيا ما بحب الباصات والشاحنات، ما بحب يعني ما بحبهم. طلعني على السياره، خلينا على السياره احسن، اوكي حبايبي؟ فالراتب المتوقع بين 2200 ل 3000 البريتو، يعني شيء 14 يورو بالساعه. انا كثير ناس كتبوا لي انه كيف واحد بيصير او قديش الرواتب الشاحنات او قديش هاي، فانا حبيت اعمل هالفيديو لانه بصراحه انا هاي المعلومه اخذتها من شخص يعني موثوق وقال لي هالمعلومات حتى انا قدرت اسوي هالفيديو. انا ما فيني احكي شيء مو من عندي، ف ما فيني احكي شيء ماني متاكد منه. فحبايبي برجع بكرر مشان يلي ما سمع او بده يرجع يتاكد، 2200 ل 3000 الراتب البريتو، 14 يورو بالساعه، وفي لازم يطلع ورقه حسن السلوك، وشغلة تانية لازم يكون عنده شهادة ب أو د إلى سنة معه لحتى يقدر يساوي هالشهادة، ويكون عمره فوق ال 21. هاي يمكن نسيت أحكيها، يعني يعني قبل يعني تحت ال 21 ممنوع يساوي هالشهادة، لازم 21 وما فوق، أوكي؟ أوكي حبايبي؟ في ناس كمان كثير جدا حابة تشوف قديش الرواتب، قديش شو هن الوراق المطلوبة لحتى نقدر نساوي هالشهادة، اوكي حبايبي؟ فأنا حبيت أعطي هالفيديو مخصص، يعني يعني هذا الفيديو مخصص بس لشهادة الشاحنة لحتى الكل يستفاد. لهون بيكون خلص الفيديو. إذا فعلا عجبكم الفيديو واستفدتوا حطوا لنا لايك لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن، وإذا أول مرة بتشوفونا حطوا لنا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واللايك لا تنسوا. بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو تاني.